ميلان اندونيسي الدور الايطالي السيري اي الجوله 25 وين ميلان وين شاهدنا كيفاش رودريغو ويسجل في وين الشوط الاول اللي انتهى 0-0 يعني نقولوا بلي ميلان اليوم يضيع الفوز تاعو في الشوط الاول وين شاهدنا كيفاش رودريغو في الشوط الثاني في الدقيقه 68 وين يسجل الهدف الاول في الدقيقه 68 شاهدنا رغم ان ميلان وين نقولوا 59 نسبه استحواذ 41% الاندونيسي 250 تمريره الاندونيسي 417 تمريره شاهدنا كيفاش ستيفانو وين دخل بخطه 4-2-3-1 شاهدنا كيفاش لوكا غوتي المدرب تاع اندونيسي اللي دخل 3-5-1-1 يعني خطه كانت محكمه خطه لايقاف يعني مهاجمين وخط وسط ميدان ميلون يعني وين شاهدنا كيفاش بيريرا في الدفاع وين خرج في الدقيقة 63 سيمون شنا إلينسون شنا ثيو شنا ساندرو فارناك ساندرو تونلي اللي خرج في الشوط الثاني فارناك كيسي سامويل إبراهيم دياز أنتي يعني شاهدنا كيفاش الدخول وين يانيس بيتر شنا كيفاش ميماتي دخول إكساس يعني بدون جدوى يعني من شاهدنا كيفاش الأندونيسي وين خون موسوس في الحراسه تاع اندونيسي اللي لعب دور كبير رودريغو يعني نقولوا رودريغو المسجل الهدف وهو مدافع شان كيفاش سجل الهدف شان ديلارت شان بيكاو ماتيو يانيس شان كيفاش ميماتي اللي خرج الشوط الثاني اسمحوا لنا غلطنا في وين شاهدنا كيفاش رودريغو شنا كيفن شنا كيفاش بيرام ماريفال شنا روبرتو شنا رودريغو جيان فيكتور ليا يعني جينس شنا والس سواز شنا بيرناردو من جانب اندونيسي الاحتياطيين اللي دخلوا وعطاو يعني دفعه كبيره الاندونيسي يعني من اجل الحفاظ على النتيجه هذه هي الجوله 25 الدور الايطالي السيري اي ميلان اندونيسي وين شاهدنا ميلان بصعوبة وين عدل النتيجة يعني أمام اندونيسي اللي كان فايز في المباراة شاهدنا كيفاش فارناك كيسي وين عدل النتيجة عن طريق ضربة جزاء يعني في الوقت البدل الضائع يعني وين انتهت المباراة في الجولة 25 ميلان هدف اندونيسي هدف في الدور الإيطالي الدرجة الأولى.